السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنبدأ دورة بسيطة كده، أو الليست دي هتبقى عبارة عن، هي الدورة دي أصلا ملهاش نهاية. يعني إيه؟ يعني هي ليست عبارة عن زي ما أنا كاتب كده بروبلم سولفينج. هنبدأ نحل مسائل باستخدام لغة السي بلس بلس. يعني دي كده الفكرة جاتلي، قلت هعمل ليست إننا نحل مسائل باستخدام لغة السي بلس بلس، وكمان مش هنحل بس، لا احنا هنفكر مع بعض ونعمل بعد ما نخلص البروبلم هنعمل لها كمان تريس، نعمل تريس نمشيها واحدة واحدة كده عشان توصل 100% تكون فاهم المشكلة وحلها بالتفصيل بإذن الله. ففكرت نعمل ليست كده بسيطة، قلت أبدأ فيها بإذن الله وأشاركها معاكم. وكمان يعني ملحوظة، أنا مش اللي هو قوي في الـ يعني في السي بلس بلس، لكن عندي شوية معلومات فقلت أشاركها معاكم، يعني من باب اسم ده الاستفادة، انا هستفيد برضو وانا بشارك معاكم، وانتوا برضو ان شاء الله تستفيدوا. فان شاء الله هنبدأ، يعني مجرد بس هنحل مسائل، هنجيب مسائل ونحلها وان شاء الله. طيب هنستخدم برنامج ايه؟ برنامج انا كوب بلوكس، او يعني انت اي برنامج عندك، سواء كوب بلوكس او في حاجة اسمها ديف سي بلس بلس، او برنامج الفيجوال، اي حاجة انت عندك ما فيش مشكلة، بس ده يعني تقول يعني ابسطهم واسهلهم اللي هو الكود بلوكس. فاي برنامج عندك اشتغل عليه، مش لازم يعني زي الكود بلوكس. وانا هسيب التلات برامج اللي هو ديف في سي بلس بلس والكود بلوكس والفاجوال، هسيب لك لينكات تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. فان شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ يا دوبك بس نحل بروبلم كده ونعمل لها تريس. ولو يعني عجبكم الشرح او عجبكم الطريقه بتاعتي، فممكن يعني لو حابين تشاركوني، يعني تقولي لي مثلا اكمل في الليست دي لو بعرف اشرح يعني فيها قوي او لا، على حسب يعني. وان شاء الله يعني باذن الله استفيدوا يعني ان شاء الله. اتمنى يكون بس الفيديو ده كمقدمه بس على نعمله، واهم حاجه تشوف الفيديو الجاي وتشوف طريقه الشرح. لو عجبتك او عجبك تقول في كومنت اسم ده تكمل مسائل قشطه او لا، يعني زي ما تحبوا، عشان بس ما اعملش حاجه وانا مش قوي في الشرح بتاعها، انتوا هتشوفوا بنفسكم يعني من الفيديو الجاي. اتمنى يكون الفيديو واضح عن اللي هنعمله في الليست دي، هي مجرد مسائل نحلها بس مش اكتر. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.